اثنان الله عز وجل يأمر بهما إلى النار، فيلتفت أحدهما، يلتفت بعد ما يذهب به واحد منهم يلتفت إلى الخلف مرة ثانية، فيقول الجبار تبارك اسمه ردوه، فيردوه، فيقول له لما التفت؟ يعني أنا أمرت بك إلى النار، ليه بصيت وراك مرة ثانية؟ ليه؟ فيكون الجواب، أو هذا يلقيه الله عز وجل حجة، الله يريد أن يرحمه سبحانه تبارك وتعالى، فيلقنه حجة يقولها، فيقول العبد كنت أرجو أن تدخلني. كنت أرجو أن تدخلني رجاء رحمة رب العالمين سبحانه، كنت أرجو أن تدخلني الجنة، فيؤمر به إلى الجنة، يأمر الله عز وجل به. حسن ظنه في الله عز وجل في هذا الموقف العظيم، فإذا بالله يأمر به إلى الجنة، يتجاوز عنه.